أطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أطبخ مع ديدو. اليوم إن شاء الله جيتكم بدو فيرسيون تاع السفيرية اللي كانوا طلبوها مني، وهو تاني خويا تاني طلبها مني. كما قلت لكم هما كي راهم في الغربة يشهوا هاد الحاجات. أنايا راح نعطيها له بلونسيان غوسيت، ونعطيها له ونعطيها لكم تاني نتوما لا غوسيت غوفيزيتي. السفيرية تاعنا عندنا البصل، عندنا معدنوس، عندنا بيض، عندنا حليب، عندنا لي زيبيس اللي هما سكنجبير، قرفة، فلفل الكحل، كركم وملح. عندنا لا لوفور، عندنا الجلجلان، وعندنا هنايا عندي لا شابلور اللي وريت لكم ديجا كيفاش نديرها انا. وما تحمصوهاش بزاف، يسمى نشفوه برك، لازم يولي ديزيدغاتي، ينشف منه هذاك الماء. هذا ما كان ما تعطوهش اون كولور باسكو حنزيد نقلوه، لو كان تعطوه اون كولور يجي حامق بزاف. وعندنا الخبز تاعنا. دوك انايا نعطيكم لا روسيت تاع السفيريه القديمه. الوغ السفيريه القديمه واش فيها؟ فيها خبز، دوك نشمخوه بالماء ونعصروه، فيها بصل، فيها بيض، فيها معدنوس. هذا ما كان مام النوفا ما فيهاش، لا لوفور ما فيهاش، وفيها فلفل الكحل، قرفه وملح. بصح انا هذه يا مالغري تاع كيما نقولوا تاع يا مات زمان، بصح انا واش نزيد لها؟ انا نزيد ندير لها قاع لي زيبيس هاملي، كيسمى الكركم والزنجبيل ندخلو. واش ندخل تاني؟ ندخل اون كويير تاع لا لوفور، خاطر سيتها تجي كيما نقولوا بلوس سوب الداخل، ما تجيش معجنه ما تجيش معلكه. هذه هي. وانا حبيت نقول لكم بلي انا ولادي كي ندير سفيريه لونسيان ما ياكلوهاش، بصح كي نديرها غوفيزيتي كيما نديرها انا اقسم بالله ما تبقى. هذه هي. دوك نبداو ان شاء الله على بركه الله، ونوري لكم هدايا انايا كيفاش هذه ما نعصرهاش بيدي، نشمخها ونعصرها في لاباسوار. سفيريه لونسيان نشمخوها فوالا فوالا، ودوكا نبدا نقطرها، نزيدو لها شويه ماء، تشمخ بزاف، تشمخ مليح بلوتو فوالا فوالا. فوالا دوكا واش ندير انايا؟ انا نفوت نديرها في هاد لاباسوار باش ما نقعدش نعصر هكا. فوالا ديرها في لاباسوار تاعنا، ومن بعد نقعد نعبصها هكا. شوفوا عبصها كاع هكا في لي باغوا. شوفوا جيبوا وحده كبيره اكثر، يسمى بلو دور. هاي ليك فوالا فوالا. وانا هاد الصفايه هادي تعمدت نحيت لها يدها، خاطر سي بلو براتيك، ندير بها لو سوكر غلاس، نغربل بها الفارينه كلش. اسمها هاد لو شينوا بلوتو فوالا. هاولي كان عصرتها انايا، عصرت الخبز تاعي. انا درت لي بتيت كونتيتي باش نوريكم برك فوالا. واش ندير فيها؟ ندير بصل، هادي الانسيان فوالا، في هاد لا كونتيتي هذا يكفي فوالا. ندير معدنوس، معدنوس به بليتيش تاوعو فوالا. ندير ملح، الملح مالغري الخبز راح فيه الملح، بصح انا راح نزيد البيض ونزيد عندي الملح فوالا. نديرو شويه كركم قلت لكم معليش، مالغري تاع لونسيان كركم بنين لازم تدخلوه في كاع الماكله تاعكم. عندي فلفل كحل، وعندي القرفه. القرفه على بالكم بلي القرفه والبصل هما كيما يقولوا الاساس في السفيريه. عندي زنجبيل هاوليك، عندي مالغري هادي الانسيان قلت لكم انا ندير فيها لا لوفور باش ما تجينيش معلكه، ندير لها غير شويه ها قد دو بانسي كبار.
ودوك ندير شويه بيض ماشي بزاف باسكو ديجا راهي مشمخه. فوالا ندير شويه بيض فوالا على حساب لا كونتيتي. البيض يتبع لا كونتيتي، البيض ولا لوفور يتبعوا لا كونتيتي. فوالا وانا عطيتها لكم هكايا، بصح نتوما دوكا انايا كيما انا خطرات ندير فيها الفرماج غابي، خطرات نديرها فارسي بالفرماج فوندو، نديرها فارسي بلا فيون داشي كيما تحبوا. بالطون ثاني تجي بنينه، انا هادو كاع سييتهم وجاو روعه. وتقدروا هادي تاكلوها كيما نقولوا الا كانت هكا ماشي فارسي ولا فارسي باللحم، تقدروا ديروا لها مرقه وتجي سفيريه، طاجين تاع سفيريه. سينو تاكلوها كيما نقولوا بال كيتشوب مايونيز موتارد حار كيما تحبوا. فوالا هاي ليك، دوك نخلوها تشرب شويه باش نقلوها. الكريه تاعنا ريفيزيتي، واش نديرو فيها؟ واش ندير فيها؟ ندير فيها معدنوس. فوالا ندير فيها بصل هاي ليك، ندير فيها لي زيبيس. ندير فيها لا لوفور فوالا، ندير فيها الجلجلان، الي تخي 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 بون بالجلجلان، سيوها ما تندموش. فوالا فوالا، وندير البيض فوالا. دوك تشوفوا لا تيكستور اللي لازم تكون هي، وندير انايا شويه حليب، الاخرى ما نديرولهاش باسكو شمخنا الخبز بالماء. هادي الخبز راه ديزيدغاتي، نحيناه لو نشفناه كي درناه في الفوق راح له الماء اللي فيه، دونك نديرو حليب فوالا ونشوفو. فوالا فوالا نزيد شويه بيض فوالا. السما تاع لا شابلور تاكل البيض كتر من تاع الخبز مشمخ فوالا. وهادي على كل حال ماشي راح تنحل لنا كي تفوت تشمخ خلاص، بصح في الطياب هادي تجيكم بلو ليجيغ على الاخرى. دوك تشوفوا كي تاكلوها فوالا، نزلها غير شويه نورمالمون وتكون وجدت. دوك نديرها انا بيدي ونشوف هاي ديك لا تيكستور تاعي كيفاش لازم تجي. شوفوا شوفوا هاكو تشوفو شويه كولونت ماشي حاجه، هاكو تشوفو هاي ديك لا تيكستور تاعي. ها انا علاش درتها هكا؟ خاطر انايا هادي راني حبتها نص نقليها لكم دي كروكيت، والنص نوري لكم كاش نديرها في لادوي ونقليها تاني. وانا واش درت؟ درت كاع هاد الطاس تاع الحليب اللي كنت معمراتو، والبيض تقدروا تقولوا واحد زوج حبات بيض يسمى في هاد لا كونتيتي، بصح تخرج لكم. بصح راني نقول لكم لي ميزور تاع البيض اللي هنا وفي تاع السفيريه نورمال ماشي كيف كيف، خاطر هذا خبز ديزيدغاتي نشفناه في الكوشه ورحيناه. فوالا دوك نوجد باش نقلي ونعاود نولي لكم. بسم الله حنا نبداو في الغوفيزيتي تاعنا هاي ليك لي بلا شابلور. بسم الله نشمخو يدنا شويه غير هكا بالماء، شوفوا هكا وندير دي بتيت بول هكا باش نبدلو هادو، نديرهم دي بتيت بول والاخرين نديرهم دي بتيت كروكيت. فوالا شوفو دوك نحطوهم فوالا، شوفو مام لا تيكستور تاعها شوفو، بورتون شمخناها بالحليب والبيض شوفو فوالا.
بسم الله. خلوا الفت تاعكم مويا فوالا، ثم مهما كان الخبز هذا طايب فوالا. هادي تاع الغوفيزيتي، دوك ندير لكم تاع غوفيزيتي بلا بوشادوي ان شاء الله يا ربي، ونوري لكم كيفاش حاجه تجي شابه، نعطيكم اسمها فكره هكا. فوالا شوفوا، درت هادي في لا بوشادوي، درت كيما يقولوا لا دوي اللي تحبوها. نجيب مقص فوالا، ونبدا ندير هنايا، شوفوا شوفوا هاوليك، ونقطع على يسمع الطول اللي نحب انا فوالا. وتقدروا ما تما تسقموها، هاي لك ها تسقموها باش تجيكم ضغوات. فوالا جو بريفير نخدم بيدي باش نسقمها. فوالا شفتوا حاجه ساهله، ها شوفوا شوفوا فوالا، ها تشدوها وتسقموها كيما تحبوا فوالا. ها هذه راهي شويه طويله، نقص لها فوالا. ها وهذه فيها الجلجل، يعني تسمى حاجه بنينه. دوك تشوفوا شحال تجي بنينه، وكي تكونوا تاكلوها يترتق هذاك الجلجلان في فمكم حاجه شابه فوالا. هاي ليك ها ليك، دوك انا نقليهم كاع ومن بعد نعاودو نولو السفيريه تراديسيونيل. شحال جاو شابين، شوفوا شوفوا كيفاش يتقلاو شابين هكذا، لا كولور تاعهم فوالا. نحوهم ودوك نوري لكم السفيريه لونسيان ميثود فوالا. فوالا تحبوا ديروهم في بابي كيما يقولوا ابسوربون، ديروهم ما يهمش فوالا. دركا نوري لكم سفيريه لونسيان موديل فوالا، هاي ديك شوفوا. انا درتها تعمدت ودرتها جاريه، شوفوا شوفوا قد اللي تكون هكا جاريه قد اللي تجيكم سوبل فوالا. فوالا نزيد لكم وحده، نزيد لكم وحده، نزيد فيها شويه فوالا. شوفوا ها تحبوا تشمخوا يديكم شمخوا، بصح انا ما يهمنيش فوالا، خير ما ديروها يابسه. لا درتوها يابسه كيما تاع بكري، انا على كل حال كيما يقولوا نهضر عليها بكل فخر، تربينا بها ونحبوها وكاع، بصح دركا زعما كيما نقولوا شويه نعاودوا نرقعوا شويه الحاله. هذا ما كان سيتها بلو ليجير هكا وبلو ليكيد، جات بلو سوبل كي طابت، راني نطيب بهذيك لا ميثود فوالا. هذه هي نقلوهم كاع ان شاء الله. هاني وليت لكم هاي ليكسفيريا تاعنا، كيما قلت لكم يسمى دو موديل، درت لكم دو فيرسيون نقدروا نقولوها تاع سفيريا، درت لكم لونسيان ودرت لكم الغوفيزيتي. دوك انا واش نوري لكم كيما يقولون انايا نحل لكم، شوفوا هذه لونسيان شوفوها هاي ليك، وهذه هي غوفيزيتي شوفوها كيفاش ناشفه الداخل هاي ليك. هذاك التعلاك اللي في هذه ما كاش، هذه هي هاي لا ديفيرونس اللي قلت لكم. هاي ليك ندير لكم نشوف لكم ثاني وحده من هذه، شوفوا شوفوا هاي ليك راكو تشوفوا ها، هذه هي السفيريه تاعنا. انا درت لكم هديه، وتقدروا تاكلوها كوم اونطري، وتقدروا تاكلوها بالمرقه واللحم ولا دجاج حميصه كيما بكري.
ولا تاكلوها كيما نقولوا لي جون تاع دركا، يحبوا ياكلوها يغمسوا فيها. هذوما عندنا لا موتارد، عندنا مايونيز، عندنا صوص الجيريان، وعندنا لا صوص تاع لي زومبرغر. هذه هي، ودرتها لكم هديه بوغ كيما يقولوا بوغ شونجي. تاني مليح خاطر نقولوا العين تاكل قبل الفم. وهذه درت لها الجلجلان بنين تاني يعطي بنه شابه. وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، واللي عجباته ان شاء الله يشترك في الفيديو في القناه بليتو، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يجي يلحقكم ان شاء الله غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير، والى اللقاء ان شاء الله في دوت غوسيت ان شاء الله. وخويا ان شاء الله تكون تعجبو، ان شاء الله نكون لبيت الرغبه تاعو والحاجه اللي يحبها رانا هنايا. سلام.